هسه بعد ما رسمنا ميد لاين راح من البيز او من الايدج راح تحسب 3 مليم وتحط خط، وهاي الجهة تعتبرها النيزيو، ومن الجهة الثانية في الميد لاين تحسب 4 مليم وهاي الجهة تعتبرها الدستال. ليش؟ لأنه هنا راح يكون السلوب الاند مال البداية، السلوب مال الكناين، لأنه فهذا نفس الشيء انكرره على الجهة الثانية اللي مقابلها، فنمدها على مود السهولة، نمد الخط منها، فهذا السايد هو الميزيوم، الجهة الثانية نفس الشيء، الخط اللي نزلنا 4 مليم وقطعناه همين نمده على الجانب ونمده على السيرفس اللي هو ممكن يكون لينيال أو ممكن يكون لينجوال السبب حقيقي. هسه ال width of the crown cervically أو neck of the tooth على مود نحددها 3 مليم from each side. وبالنسبة للماكسيمم كونفكسيتي اوف ذا كراون راح نحط 4، راح تكون 4 مليم ميزيالي اند ديستالي. وهسه نوصل بين هذه البوينتس على مود نرسم الاوت لاين. ولحد الابكس اللي هي راح تمثل الكسب، ما عندنا انسايزر ايج، هنا عندنا كسب. ماشي، نفس الحالة نكررها على الجهة اللي مقابلها 3 مليم باي 3 مليم تمثل ال width of the crown cervically 4 by 4 the maximum convexity، ونوصل بين النقاط سنبدي الكاتينج. الطريقة مال الكاتينج هنا الواكس ماتيريال مالته هارد، فما راح نقدر نسوي له كاتينج، وإنما على طريقة الشيفينج. راح نقسم الكاتينج مع ذلك إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى only 3، يعني only 3 lines، احنا عندنا 3 خطوط، عندنا هذا خط وهذا خط الميد لاين وعندنا خط اللينجوال. فأول مرة تقطع من هالكورنر الى ان توصل للميد لاين، عفوا للرسم الاوت لاين باي سمبل شيفينج. الجهه الثانيه نفس الشيء اللي مقابلها. طبعا لاحظ الجراسب همين مسكه الواكس نايف، دائما تكون احاول تكون اصابعي قريبه على الايدج فور ماكسيمم سبورت. يعني لو الماتيريال شوية أنعم كده كان الشغل أسهل. اللاين الثالث، مرحلة ثالثة، إنه أقطع الواكس بهالمستوى بهالطريقة على مود يكون عندي same shape lingually and labially. لاحظ صار عندي خط مائل من الجهتين،
يكون بشكل متساوي يعني، مو جهة عالية وجهة ناصية. نفس الشيء أكرره، بس قبل ما أسوي الجهة الثانية أكمل الميزيال سايد من هاي النقطة. لاحظ هاي النقطة حاليا تمثل الماكسيمم كونفكسيتي ميزيالي، من عدها ما أخذ بس جواه عندي، هاي هي النقطة. قبل ما أقطع هذا الجزء من الكراون أو من الواكس، أوصل بين هذا الخط اللي رسمناه ليديالي والخط الآخر اللي هو لينجولي. على هالمستوى أنا راح أسوي شيبينج يطلع لي بشكل متساوي لحد السيرفايكال لاين. نفس الطريقة نشيل الواكس اللي بيناتهم. لاحظ ثاني الميزيال سايد عندي زين، الميزيال سايد كملتها على الاوتلاين زين. شوية انزل حدنا هذا السيرفايكال لاين، شوية ننزل ننحد جزء من الروت تقريبا 6 أو 5 ملم زناف، كلش كافي ما اريد اكثر، بس على مود السيرفايكال لاين بعدين الخطوات الاخيرة يكون واضح. انتقل للجهة الثانية بنفس الطريقة الدستال. الجهة الثانية من الدستال سايد نفس الطريقة شلناها اللي هو هذا يعتبر الدستال سلوب. نفس الشيء أيد أكمل الدستال سايد، أمد هذا اللاين أو البوينتس اللي هي 4 عمدها من الميزيا للليبيا، وهذا الجزء من الكراون. ننزل بي
نفس الشيء الجهة المقابلة. زين، والجزء اللي يبقى بيناتهم تاخذه بهالطريقة. نفس الشيء همين ننزل تحت السيرفايكال لاين، طلع جزء من الروت. طبعا حاليا من هذا السايد مبين هذا الدستال سلوب اللي هي جهة الدستال يكون longer than the mesial سلوب. نفس الشيء من الجهة المقابلة. بعد ما كملنا ناحية الليبيال واللينغوال سايد، طبعا هسه ما اقدر احدد من which one is labial which one is lingual، نرسم الميزيال بنفس الطريقة الميزيال والدستال. اول شيء نحدد ميد لاين. الميد لاين ترسمه من البداية، تمد هاي الميد لاينز on both sides. زين، السيرفايكال لاين أو اللينك of the crown إذا راح نرجع نرجعه نأشره مرة ثانية على مود نبين جزء الروت عن الكراون. فرضا on the mesial on the distal نفس الرسم ما يختلف. نفس الشيء، بس اكو ملاحظة بعد ما رسمت السيرفايكال لاين mesial distal اريد ارسم ان البيك اوف كونفكسيتي mesially and distally تكون تنزل 4 ملي. بس 4 ملي منين تنزل؟ تنزل من فوق السيرفايكال لاين، يعني تحسب فوق السيرفايكال لاين 4 ملي وتخط خط هذا يمثل البيك اوف كونفكسيتي مال السينجولم. زين، الجهه الثانيه نفس الشيء. زين، هسه تحدد ال width of the crown cervically عندنا 3 ملي، نفس الشيء نفس الليبيال 3 ملي. وال width at the maximum peak of convexity راح يكون 4، فنفس الشيء 3 ب 4. نفس الحالة نكررها من الجهة الثانية، 3 هي ال length of the of the neck of the crown and 4 is the peak of convexity of the tooth. بالنسبة للرسم احنا راح تلاحظ تكون عندك هنا اكو فد كسرة صارت اللي هي هذه الفاصل بين الكسب والسيرفس of the crown. ما راح نهتم لها كلش الكسرة. عندنا
نوصل بين هاي النقاط مجرد توصيل، وجر خط إلى حد الأند. الأند وين؟ الأبيكس، مو هاي الأند أوف ذا كراون، هاي القمة الأصلية. ونفس الشيء للجهة الثانية. هنا ممكن فيها خطأ، مجرد توصيل بين النقاط. نوضح هذا القلم، يعني هنا عندنا هاي هسه 3 مليم، عندنا هنا 4 مليم، وصلت بيناتهم على مود تمثل البيك او الماكسيمم كونفكسيتي، وتوصل بين هاي النقطه الى حد الاند اوف ذا كراون. الاند اوف ذا كراون اللي هي هذه هنا وين رسمت الميد لاين اول مره. نفس الشيء ليبيلي اندلينج، ولي ماكو فرق، يعني مو مثل السنترال ما راح يكون عندنا فرق بين السيرفيسز ميزيال وديستالي. ليبيلي اندلينج ولي نفس الشيء للجهه الثانيه، همين توصيل بين النقاط زين. هسه تبدي تشيل هذا الواكس اللي خارج الاوتلاين. اول شيء راح نشيل هذا الجزء الكبير، خلي النقطة مال الماكسيموم كونفكسيتي خليها واضحة هنا، حتى الجزء اللي فوقها وجواها تشيله، بس هي تخليها واضحة. هذا الجزء من الواكس راح نشيله. هالطريقة راح يكون من تحت لفوق الشغل مالتنا. كل هذا الواكس تشيله لحد الاوتلاين مالتنا. زين، لاحظ هنا عندي هاي الماكسيموم كونفكسيتي وهذا السيرفايكال لاين. زين، صار هنا اكو عندي فد مثلث صغير اللي هو بين هذا اشيله، بس بدون ما هاي النقطة اشيله بحيث تبقى هاي اعلى نقطة. زين، وبنفس الطريقة هنزل جزء من الروت فايف أو سكس ملم أبينه. زين، هسه هاو one side finished labial أو the lingual. الأذر سايد بنفس الطريقة، نشيل هذا الجزء الكبير.
زين نفس الشيء همين هذا كله الواكس اللي خارج الاوت لاين نفس الفكرة مشينا هسه حاليا حد الان كملت الميزيوم والدستال والليبيون واللينجوال لحد الان ارجع اميز السيرفايكال لاين السيرفايكال لاين زين بس المرحلة الثانية شنو المرحلة الثانية انا لحد الان ما اقدر احدد الليبيال منو واللينجوال منو بس عندي الميزيال والدستال اعرفهم من الميزيال أعرفها من السلوبس زين هسا أريد أسوي اللينجوال والليبيال رج على الليبيال واللينجوال سيرفيسز بالسنتر أرسم خط من الأبيك لحد الروز أو لحد السيرفايكال لاين from both sides أرسم خط زين بالسنتر شو الفائده من هذا الخط اريد اسوي اللينجوال والليبيال رج الطريقه شنو اخذ من الكورنرز من التو سايد تقريبا 1 ملي من هذا الجهه من هاي الجهه ومن هاي الجهه ومن هاي الجهه بحيث تبين السنتر يبين هو منطقه الرج منطقه اللي هي اعلى شيء بالكراون من اباوع له انسايزر بس هاي أقول ملاحظة المنطقة العالية منين تبدي تبينها تبينها من تحت الماكسيموم كونفكسيتي من تحت المنطقة الماكسيموم كونفكسيتي اللي هي أنت سويتها ميزيالي ودستالي زين فننتبه لها من هاي النقطة الماكسيموم كونفكسيتي وننزل انسايزالي باتجاه الكسب بس شنو ما ناخذ من الجانب هاي المنطقة اللي بالسنتر نحاول ما ناخذ من عندها حتى تبين هي أعلى شيء تقريبا شبه مثل الشغلة يعني تشبه الراونديشن مال ال بال بالإنسايز بالسنتر والإنسايزر من يدي نسوي تيبرينج ويدي نسوي راونديشن نفس الفكرة زين هسا سويت جهة أسوي الجهة الثانية لاحظ شلون هاي المنطقة صارت ناصية يعني بحيث هاي السنتر بين أعلى شيء نفس الشيء أكرره من الجهة الثانية بس شنو من تحت الماكسيموم كونفكسيتي اللي هي 4 مليم عن السيرفايكال لاين و
وباتجاه الكسب. ناخذ نص سايد حتى يبين عندي الليبيال او اللينجوال حاليا رجل. نص سنتر ارجع اقول ما اخذ. زين لاحظ هسه صارت واضحة الليبيال او اللينجوال رجل، بينت هي اعلى من التو سايدز. نفس الشيء اكرره من الجهة الثانية مقابلها، نفس الشيء همين احدد الماكسيمم كونفكسيتي. من الماكسيمم كونفكسيتي اروح باتجاه الكسب من الكورنر، او لهذا نسميها احنا لاين انجل. لاين انجل مصطلح لاين انجل اللي هو الانجل اللي تصير بين تو سيرفيسز نسميها لاين انجل. عليكم السلام. زين بناخذ من البوث سايدز على مود يبين اللينجوال او الليبيال ريج. من تحت الماكسيمم كونفكسيتي بقى عندي بس جهة واحدة، نفس الشيء أكرره. لاحظ دائما بيجي حالة من أريد أسوي اللينجوال والليبيال ريج أو الانسايزر راوندينج بالنسبة للسنترال انسايزر، شغلي دائما من السيرفايكال لاين باتجاه الأبكس أو باتجاه الكسب او الانسايزال ايج. هنا بهيج حالة الكناين الكسب، ما عندنا انسايزال ايج، هنا عندنا كسب. زين فضروري يبين اللينجوا والليبيال ريج كلش واضحة. حاليا كملت اللينجوا والليبيال ريجز. زين خلصت هاي الفقره، وراح ايش اسوي حاليا؟ انا هسه ما قلنا لحد الان ما اعرف او ما اقدر احدد منو الليبيال، which one is the labial which one is the lingual، بس الميزيال والديستال اقدر احددهم من خلال السلوب. انا اشوف الجزء اللي يكون اخلي هاي المرحله، يلا احدد هالمرحلة أقدر أحدد منه الليبيال. الجزء السيرفس اللي أشوفه صار يعني عدل وشغل يعني تقريبا يعني شكله راضي عنه، أنا أخليه هو الليبيال. أنا حاليا هذا الجهة راضي عنها، راح أسويها ليبيال. الجزء اللي شوية تقريبا يعتبر تتحسه مخربط خليه هو اللينجوال، لأن بعد وراء أكو شغل لينجوال. ماشي، فبما انه هذا السيرفس صار لينجوال معناها عندي شغل فيه. هذا السيرفس اللينجوال، هذا السيرفايكال لاين، راح تاخذ من الجوانب 1 ملم من الجانبين، تحد من يعني من السايد وتخلي نقطة على السيرفايكال لاين على بعد 1 ملم من بوث سايد من الجهتين. زين بعدين ايش راح تسوي؟ هاي 1 ملم تروح بيها بتوية اتجاه الرسم تكوية العفو الاوتلاين. فإذا الاوتلاين صاير عندي رايح بشكل مائل، ويا همين نخط خط مائل من الجهة الثانية نفس الشيء على بعد 1 ملم. أما بالنسبة للروت فأنزل بشكل vertical. هاي الخطوة يسموها lingual conversion. شو راح أسوي lingual conversion؟ هذا الون ملين lingually فقط راح أقصه، بعدين نشوف شنو النهاية شنو النتيجة. شوفوا بشكل مائل أخذت هذا الون ملين من الكراون
زين بس لينجولي مو على طول مو على عرض الكراون فقط ميزيال عفوا لينجولي من الروت نفس الشيء هذا الجزء الون مليم أقصه وفقط لينجولي هذا اللينجوال كونفيرجن الفكرة من عنده انه الكراون والروت بالكسب بالكسبت بالكناين يكون ارفع لينجوالي ذان لابيالي هو هذا الابيال العفو لينجوال كونفيرجن فاني فقط من لينجوالي ارفعه زين 1 ملي باي 1 ملي وهذا جزء من الروت اللي حددته همين أقصه بعد هاي الخطوة مال لينجوال كونفيرجن شوف شكل الكراون وشون صار والروت بين لابيالي أعرض سواء كراون أو روت من لينجوالي بعدها راح أسوي أرجع أبين السيرفايكال لاين زين هذا طبعا السيرفايكال لاين الوهمي مو الفعلي الفعلي بعدين راح نشتغله هسه تسوي راوند يعني راونديشن كل الروت والكراون ما اريد انجلز ماكو زوايا كل هذا تسوي له راوندينج راوندينج بشيء بشكل خفيف بحيث انه فقط الزوايا الغيها شكو عندي انجل الغيها احاول اسوي لها راوندينج زين سواء بالروت او بالكراون زين شو بقى عندي بقى عندي بس السيرفايكال لاين واللينجوال فوسا السيرفايكال لاين نخليه اخر شيء بس احنا لابد ما كل شويه نرجع نميزه على مود نميز الكراون عن الروت زين ده مثلا الليبيال سيرفيس او اللينجوال سيرفيس احنا اللينجوال هسه قمنا نميزه لانه سوينا ليبيال العفو لينجوال كونفيرجن زين حاليا اللينجوال فوسا شلون نسويها طبعا احنا عندنا تو فوسيز بس الطريقه شنو